قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم، فكأن فيه إشارة إلى ما قالوه من القول الباطل، سواء كان هذا القول لليهود أم للنصارى، فإنما قالوه في عيسى عليه الصلاة والسلام هو الباطل بعينه وليس هو الحق. ولذا قال إنما المسيح، وإنما أداة حصر، وهي من الطرق الأربعة التي يؤكد بها الكلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كأن المعنى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله. وهذا المعنى موجود في سورة المائدة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قبلها بآيتين أو نحوها قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فجاء هذا المعنى يرد عليهم، إذ قال الله عز وجل عن هؤلاء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. والمسيح هو عيسى عليه الصلاة والسلام، سمي بهذا الاسم في أمور ذكرها العلماء، لكن من أظهرها أنه كان يمسح على المرضى فيشفيهم الله عز وجل، وهو مسيح الحق، لأن هناك مسيحا للضلالة وهو المسيح الدجال، وسمي المسيح الدجال بهذا الاسم في أمور ذكرها العلماء، من أوضحها أنه يمسح الأرض أو أنه ممسوح العينين كما جاءت بذلك الأحاديث. إنما المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، وقال ابن مريم لكي يرد على من قال إنه ابن لله من أنه ليس ابنا له جل وعلا، إنما هو ابن لمريم. ولذا لم يصرح باسم امرأة في القرآن ما عدا مريم، وإنما جاء التصريح بذكرها لهذا الغرض، وهو الرد على من زعم بأن عيسى ابن لله عز وجل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ففي هذا حصر لأن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله. ومن ثم فإن هذه الكلمة يرد بها على اليهود والنصارى، فإن فيها ردا على النصارى القائلين بأنه ابن الله،